وبالمستوى اللي ظهر به حراسنا بالتصفيات الأخيرة من مستحيل تبعد الكابتن. هو اشتغل، هو جهد، جهز الحراس. عجبك مستوى حراس المرمى بالمباريات الأخيرة كابتن مستوى صالح؟ بالفريق أكيد هذا الشيء واضح. مستوى الحراس مس كابتن فهد كان رجل بالمباراتين وكان إلى بصمته وإلى وقفته، وهذا الشيء يعني يرجع للكادر التدريبي ومن حقه أنه يكون متواجد مع المجموعة الجديدة بالكادر التدريبي. زين، ممكن البعض يتحدث عن أمل البطاقة الثالثة، أنتم كمتابعين ونجوم وعندكم خبرة، بعد الأمل موجود؟ ما أتحدث على الورق، أتحدث وفقا للي شفناه. يعني أشوف هي أعتقد المهمة جدا صعبة كابتن علي، يعني جدا صعبة ومعقدة، وإن انتقلنا راح ننتقل إلى مرحلة ثانية بعد أصعب من المرحلة بها إحنا. بس شوف هو يعني الشيء المفرح إنه نتمنى إحنا نتأهل. الشيء المفرح إنه نحس إحنا نفسنا سوينا شيء.